المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان شدد خلال لقاءاته المتعددة على أهمية وحدة الصف الوطني للخروج من الأزمات التي شهدتها البلاد، وأشاد سيادته خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري على شرف سباق الهجن بمضمار مبارك الفحل بمنطقة سيدون بمحلية الدامر، أشاد إلى الإشكاليات التي تواجه مواطني الأرياف النائية بالبلاد، مؤكدا دعمه لكافة القضايا المتعلقة بالخدمات، وذلك بالتركيز على قضايا التعليم. وأشاد البرهان باتحاد سباق الهجن السوداني معلنا مشاركة الاتحاد في كافة المحافل الخارجية التي تقام بعدد من دول الخليج العربي خلال المنافسات المقبلة. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة، تطرق فيه للعلاقات الأزلية بين البلدين، وأعرب جلالة الملك عن سعادته بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات، مؤكدا رغبة بلاده في تقوية التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين السودان والبحرين في كافة المجالات. أجرى وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي يوم أمس عددا من اللقاءات مع إدوارد مكاي مندوب جنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي والرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي بهدف رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد. وشرح السيد الوكيل خلال تلك اللقاءات التطورات الإيجابية بعد توقيع الاتفاق الإطاري في صياغ العملية السياسية، وعبر عن الآمال في التعاطي بإيجابية مع بقية الدول الأعضاء في المجلس حرصا على إحاطتها بالتطورات الإيجابية في البلاد. نظمت الأمانة العامة للحج والعمرة بالنيل الأبيض احتفال تدشين موسم حج 1444 هجرية وانطلاقة حملة الإرشاد القبلي لنشر ثقافة الحج بكل محليات الولاية بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والأجهزة القضائية والعدلية والأمنية والمؤسسات الدعوية. وأكد وزير التربية والتوجيه ممثل الوالي مصطفى حسن موسى عن التزام حكومة الولاية بتسخير الإمكانيات وتذليل العقبات لتسهيل مهمة إدارة الحج والعمرة لخدمة حجاج بيت الله. من جانبها قالت أمينة الحج والعمرة بالنيل الأبيض أمل ياسين سر الختم إن الهدف من الإرشاد القبلي هو حض المقتدرين لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى التدني في عدد المتقدمين للحج في السنوات الأخيرة مما يستدعي تكاتف الجهود للمحافظة على حصة الولاية في الحج هذا العام. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.